معانا حبيبك كابتن مختار. ياه هنجيب لك حبيبك كابتن مختار. الله، كابتن مختار مختار مدير فني لنادي الانتاج الحربي، منورنا يا كابتن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن عاد. نعم. ان شاء الله تكون بخير. ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك يا كابتن، الحمد لله رب العالمين. الف مبروك، الف مبروك. الله يخليك يا كابتن مختار. ازاي مستحمل مجدي عبد العاطي يا كابتن؟ اه والله، شوف انت شفت انت يعني عشرته قد ايه يا كابتن. مش انا مش مصدق بصراحه. عشان تعرف الامر صعب بالنسبه لي ازاي. والله يا كابتن حضرتك يعني حضرتك ان شاء الله رايح الجنه، رايح الجنه بس كده. انت متاكد خلاص انت رايح؟ كابتن خلي بالك، ده هو اللي هيوديني ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك، والف مبروك على مباراه الامس. كانت مباراه يعني صعبه جدا. كابتن عادل طعيمه بيقول تصريحات حضرتك بعد المباراه، كنت زعلان ان حضرتك جه فيك هدفين في اخر مباراه. نعم، يعني ماشي ماشي في صالحنا بشكل كبير جدا، واحنا متفايدين الامر، وبعدين كتبنا ثلاثه وخلاص الفرقه طلعت من المباراه. احنا دخلناهم بشكل قوي جدا وبدون اي لازمه. وبعدين يعني اما تكسب ثلاثه غير لما تكسب ثلاثه اثنين، وبعدين الجولين يجوا في الاخر بالشكل اللي هم جم فينا ده، اكيد ان دي حاجه برضو بتزعل، واكيد ان هي برضو بتدل ان احنا عندنا بعض اللعيبه ما عندهاش الخبره الكافيه اكيد تقدر تسير بيها الامر لصالحها كما يجب يعني. اكيد. لكن الحمد لله زي ما يعني الكابتن عادل بيقول، او يعني طبيعي ان احنا كسبنا مكسب كبير قوي، وفرقه في منتهى الصعوبه. وخلي بالك بالظبط كابتن، بالظبط احنا المعطيات بتاعت المباراه قبليها صعبه جدا. بالظبط يا كابتن، الاتحاد في موقف صعب جدا. دي حقيقه. فرقه وادي دجله كسبت الماتش اللي قبليه، وكلنا احنا عرفنا هم عرفوا. الاتحاد عامل تعديلات هايله جدا جدا مساعدها بشكل كبير قوي. فده امر طبعا اكيد ان دي كل دي معطيات قدامك وانت بتشتغل عليها، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الامور وسهل لك الامر، وان انت تكسب سكور وبعدين تدخل الفرقه تاني في الجيم زي ما يعني دخلوا كده. اكيد ان دي حاجه صعبه، وهي دي اللي كانت تزعل الواحد، لكن اكيد ان هو مكسب كبير جدا يعني الحمد لله. اكيد يا كابتن. يعني كابتن اسال حضرتك سؤال، حضرتك في المراكز اللي كانت قبل المركز السادس اكيد كان في قيود على حضرتك بتفرض عليك تشكيل معين، طريقه معينه حتى في الكلام. كلامي صح ولا؟ ايوه. طب تصدق والله انا امبارح المحاضره اللي انا قلتها، ويمكن ممكن حد من اللعيبه هو سامعني، انا اتكلمت كلام مختلف خالص على اللي انا كنت بتكلمه، وحتى انا قلت في كلامي ان احنا هو يعني انا هتكلم في الكوره في ايه؟ يعني الكلام اللي احنا بنتكلم كوره على طول، لكن في وقت معين لازم نتكلم فيه كلام مختلف خالص. بالظبط. وكان فعلا كلامي مختلف خالص مع اللعيبه، يمكن انا اول محاضره اقولها بالشكل دوت، لكن طبعا يعني اكيد في السياق برضه قلت خطوط العريضه اللي احنا بنلعب بيها، يعني لازم نلتزم بيها ونشتغل بيها. أكيد. لكن كمان زودت في حته الفنيات بشكل كويس قوي، والحمد لله الاولاد استجابوا امبارح هايل جدا، وكان ليها دور يعني ايجابي بشكل كبير جدا يعني. والحمد لله ان انت ازاي تلاته بونت، وخلي بالك الدوري صعب قوي جدا، البونت بيفرق فيه. اكيد يا كابتن. انا اقولها لهم حتى ما بالك بثلاثه بونت، الثلاثة بونت بيدوك نقلة بعيدة خالص عن أي حد. وبعدين احنا بالظبط خمس ست فرق كلنا قريبين من بعض. أكيد. اللي بياخد ثلاثة بونت بينقل نفسه نقلة كبيرة جدا، فما بالك بقى لو أنت خدت كمان ماتشين ثلاثة ورا بعض. بالظبط. أكيد إن ده أمر هايل جدا. وبعدين يعني المنافسة شديدة جدا، حتى اللي تحت جاي لك بشكل قوي جدا. أكيد، ده أصعب فرق يا كابتن، أصعب فرق بالنسبة لي. أنا يعني طبعا دايما الجهاز الفني بتاع الاهلي يقول ان الامر صعب، ان لا ما تحسبش الدوري ولا، لكن انا بقول لك الدوري اتحسب، بس ده انا بقولها بس كده يعني. لكن احنا بقى تحت، مفيش حاجه اتحسمت، مفيش حاجه اتحسمت خالص. المنافسه بقت تحت يعني اشرس بكتير جدا من المنافسه فوق. دي حقيقه. المنافسه فوق انا من وجهه نظري ان هي يعني مضمونه 100% للنادي الاهلي. دي حقيقه يا كابتن. يعني برضه يا كابتن مختار سؤالي لحضرتك، امتى كابتن مختار مختار هيقول انا هنافس بالانتاج الحربي على صداره الدوري الممتاز؟ لما اجيب لعيب بثمن واحد من اللي جابه اهلي او زمالك. هو كده؟ يعني امكانيات ماديه يا كابتن يعني مختار؟ طبعا يعني انت عندك لعيب اهلي جايبه اهلي وواحد جايبه زمالك بالميزانيه بتاعتنا، قريب من الميزانيه بتاعتنا كلها. طب حضرتك كان عند حضرتك عمر السعيد لعيب كويس قوي قوي قوي، انا استغربت بصراحه لما شفته مشي من الانتاج.
اقول لك حاجه. اتفضل. يعني يا رب اقدر اقنعك. اتفضل. لا اقتنع بكلام حضرتك طبعا. اداء السنه ديت اخر سنه بالظبط. الدوري هيخلص في شهر 5 او نص 5 من دلوقتي لغايه نص 5 بالظبط 3 شهور. يعني 3 شهور بعديها عمر هيروح في اي حته ببلاش. لا انا فهمت كلام حضرتك. عندنا فرصه ان انا ابيعه واخد فيه 2 مليون وبعدين في العقد اللي احنا عملناه ان هو لو راح اي فرقه من بعد وادي دجله اخد منه 33%. هل الامر ده ما يخلينيش خصوصا ان هي بقت كلها بيزنس؟ لا كلام حضرتك صحيح. فينفع ان انا استنى عليه شهرين ثلاثه وبعدين خلي بالك برضه. الحمد لله اللي احنا عملناه واللعيبه اللي احنا جبناها في شهر واحد اكيد ان شاء الله تقدر تعوضنا شويه يا عمر. وده امر طبعا ما دام انت حسيب لازم برضه تفكر في اللي يجي لك. اكيد اكيد يا كابتن. وده السؤال اللي كنت اساله حضرتك. خالد قمر تحديدا عوض كتير قوي من عمر السعيد، وحضرتك قلت له ايه عشان يرجع لخالد قمر كده؟ لا ما هو خالد قمر ما نجحش معايا دلوقتي. خالد قمر رجع معايا السنه اللي فاتت. تمام. السنه اللي فاتت وانا في الاتحاد الاسكندري. تمام. يمكن اول تجربه لخالد قمر معايا. تمام. خالد قمر ما كانش يعرفني وانا يعني اعرفه كلاعب كوره. خالد قمر لما اشتغل معايا الحمد لله يعني حتى في اول ما جه كلمته كلام هو زعل منه في شويه. لكن بعد كده حس ان الكلام دوت كان بالنسبه له هايل جدا جدا، لان انا يعني انا عارف طبعا خالد قمر وعارف امكانياته. احنا جينا في نص السنه اللي فاتت نادي الزمالك طلبه بشكل قوي جدا جدا، وكان في مشكله كبيره جدا ما بين الناديين خالد قمر يرجع. ليه؟ لان خالد قمر كان قبل ما يجي لي على طول بقاله سنه ما بيلعبش كوره. تمام. لكن الحمد لله الشغل اللي احنا اشتغلناه معاه مع الصبر اللي انا صبرته عليه واللي انا كنت بقوله له واللي هو كانش مصدقه، الحمد لله قدر يعمل لنفسه موسم هايل جدا السنه اللي فاتت، وديت اللي خلت الامر بالنسبه لي دلوقتي السنه دي انا بقيت فاهم خالد وخالد بقى خلاص الامر بالنسبه له معانا بقى في حاجه يعني فيها تفاهم. اكيد يا كابتن. قلنا ان لما جه خلي بالك خالد جاله عروض كتيره قوي. ما وافقش باي حد. اكيد. مصمم علينا واحنا اكيد مصممين عليه. اكيد. الحمد لله اكيد ان هو اتمنى ان شاء الله ان هو يوفق معانا ويرجع خالد قمر زي ما كان خالد قمر اللي الناس كلها كانت عارفه. كابتن مختار كل التوفيق لحضرتك، وان شاء الله نشوف الانتاج الحربي معاك في مكان تاني خالص ان شاء الله، نشوفك بتنافس على الدوري. كابتن مختار مدير فني الانتاج الحربي، شكرا جدا لحضرتك.